اسف في وجهك. اسماعيل صاحب ضيعة اسماعيل ومستورد الاغنام هذه السنه. كنا اليوم هذا العام يعني شنو المميزات العام مقارنه مع العام الفايت؟ المميزات هذه السنه الحمد لله هي وفره الاغنام اللي قمنا بالاستيراد ديالها، ف ابتداء من واحد العشرات الايام سابقه ولات الاغنام الرومانيه متوفره في جميع النقاط ديال البيع ديال ضيعة اسماعيل، لا في الدار البيضاء ولا في جميع نقاط البيع اللي كنتوفروا عليهم. الحمد لله البضائع اللي وصلتنا الحمد لله كلها جات في جوده عاليه، تقامت بالفحوصات ديالها الطبيه ولا كذا المسائل اللي خصهم يتقام بهم. الناس مسؤولين كنشكروهم، لا وزاره الفلاحه ولا ضيعت ولا مصالح نونصا اللي سهروا معنا على هذا الاستيراد، تبعوا معنا الاستيراد من خطوه خطوه، من اول الاقتناء البضائع في رومانيا الى الدخول ديالهم نقاط البيع. الامور قمنا بها في واحد الوتيره اللي هي جيده جدا. صافي سهلت لي الحجر. هذه الايام الاولى يعني العرض هذه البضاعه، كيفاش كتشوفوا الاقبال؟ كاين واحد الاقبال كبير ديال المغاربه هذه السنه على البضائع الرومانيه ولا كذا الاسبانيه، لانهم ما بقاش داك التخوف ديال السنه الفارطه. الاغنام جربوها الناس العام اللي فات، لقات استحسان ديالهم، وهذه السنه ولاو كيقتنيوا بكل اريحيه، ما بقاش داك التخوف ولا ما بقاتش بضاعه جديده كما كنقولوا. انا ممكن تعطيني الاثمنه التقريبيه ونبغيك تجاوب على واحد السؤال يعني ديال نقاش في السؤال. 1500 درهم واش يمكن للمواطن يشري بها الحولي عند ضيعة اسماعيل؟ واش يمكن كندوي على ضيعة اسماعيل؟ فهو في هذه الوقيته انت اللي كدوي معايا، راه ممكن انك تجي وتعيد ب 1500 درهم. كاين خروف ب 1500 درهم، وكاين خروف ب 2000 درهم، وكاين ب 2500 درهم. وقيلا قلت لك قبيله زعما راه نقدر نجبدوا لك كاع الا بغيتي نوريك حولي ب 1500 درهم، ما عندناش مشكل. يعني ممكن مثلا الطبقه المتوسطه انها تجي ولا حتى ضعاف يعني 1500 درهم، كنقولوا في مره مثلا يمكن لها انها تجي الخروف من حدود الجي. 1500 درهم هي واحد الثمن اللي جديد هذه السنه، كان عند ضيعة اسماعيل السنه الفارطه وديما غيبقى عندنا ان شاء الله، لانه الهدف الاول ديال هذا الاستيراد هو انه المواطن المتوسط دخل يعيد ويعيد بواحد الاريحيه، ماشي يعيد في واحد الظروف اللي اكثر من الطاقه ديالو. واش كاينه الكميات المتوفره في هذه الاغنام اللي مثلا ما بين 1500 درهم و 2000 درهم؟ لان احنا عرفنا السنه الفايته كان شهر هذا النقاش جاو الناس ما لقاوهمش، واش كاين هذا العام مثلا مقارنه مع العام الفايت العدد اللي ممكن انه يكفي فرضيه انه يكفي؟ هو هذه السنه كنتوفر على واحد الكميه كبيره ديال الاغنام، اللي كنقول لك 40000 راس راه كميه كبيره، يعني متواجد فيها كيتواجد فيها واحد النسبه كبيره من الاغنام اللي كتراوح الثمن ديالها من 1500 درهم ل 2000 درهم. كنتمناو انه المواطن المغاربي يجيو يقتنيوا البضاعه وما يوقعش لهم المشكل اللي وقع لهم السنه الفارطه ديال انهم جاو حتى لاخر الدقائق وما لقاوش البضائع. علاش الناس مثلا ممكن رايك انهم يختاروا يعيدوا بالحولين الاسباني او الروماني؟ لان الجوده ديال الحولي الروماني ولا الاسباني فهي جوده ديال اللحوم اللي مزيانه، وهاد الاغلام اصلا ولات مالوفه عند جميع المغاربه، ما بقاش منها تخوف لانهم جربوا وذاقوا المذاق ديالها، وكذلك فهي كتواجد حتى في المجازر المغربيه كامله، راه الخروف الاسباني متواجد في المجازر المغربيه. مقارنه مع الاثمنه مثلا ديال العام الفايت واش كاين ارتفاع؟ كاين واحد شويه ديال الارتفاع مقارنه مع السنه الماضيه. هذا الارتفاع جاي من السوق الاوروبي، هو اللي ارتفع فيه الثمن. الناس اللي كيستوردوا فهم كيحاولوا للماكسيموم انه يدخل الاغنام بواحد الثمن اللي يكون على قد المستطاع ديال المواطن المغربي، ولكن كاين بعض المرات الظروف كتكون اكثر من المستورد. مثلا المصدر اول حاجه هو انه في طن
لهاد الخصائص اللي كاين في المغرب. ثاني حاجه ولات واحد المنافسه، لانه الاغنام المستورده ما بقاش المغرب، ماشي المغرب بوحدو اللي كيستوردها، فالدول العربيه غالبه كتستورد الاغنام. دابا حنا كنعتمدوا على واحد التعليمات اللي كناخذوها من جميع المصالح، لا وزاره الفلاحه ولا لونصا، اللي هما كيحددوا لنا الدول اللي نقدروا نقوموا بهم بالاستيراد. ماشي جميع الدول مسموح منا الاستيراد، حنا كنتبعوا هاد التعليمات بالحرف ديالها. اخر سؤال، ما تعطينيش الارقام مضبوطه تكلم معايا اجمالا. يقال ان الحولي كيطلع ب 500 درهم وكتبيعوه المواطن مثلا ب 1500 2000 3000 درهم، واش الهضره صحيحه؟ ندوي على مستوى الا كان كنبيعوه ب 500 درهم كتشريوه ب 500 درهم وكنبيعوه ب 1500 درهم، ولكن ما كنقول لك انه حنا ومدعومين، يعني كدعمكم الوزاره، وكنقول لك حنا مراقبين من وزاره الفلاحه ومراقبين حتى من لونسا، يعني هاد الناس راه ما يسمحوش لنا هاد العام عاوتاني نعاودو. كيشدش كلمه اخيره يعني بالنسبه للمغاربه؟ بالنسبه للمغاربه حنا كنتمنوا انه هاد الاضحيه هادي راه سنه، كنتمنوا انها تدوز هاد السنه على خير وفي احسن الظروف ان شاء الله. الفيديوهات المغربي اليوم